الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا إكمال لدرس قواعد أصولية وتطبيقات عملية، وقد سبق ذكر 64 قاعدة، وأكمل إن شاء الله تعالى اليوم بذكر القاعدة 65. القاعدة 65 المتابعة في ظاهر المتابعة في النيات والدوافع أبلغ من المتابعة في ظاهر الأعمال والأفعال، وهذه قاعدة مهمة، وقد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بمعناها كما في مجموع الفتاوى وفي كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. وضبط الأصول والفقيه لهذه القاعدة يجعله يفرق بين المستحبات، يجعله يفرق بين ما يلي الأمر الأول، ما هو مستحب لذاته وما هو مستحب لمعناه، والأمر الثاني يفرق بين السنة والبدعة، فإن كثيرا من البدع دخلت من هذا الباب كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ومن أمثلة هذه القاعدة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج وأراد أن يرجع نزل بالأبطح، وقد تنازل العلماء في نزوله بالأبطح، أهو سنة مقصود لذاته أم أنه نزل بالأبطح لأنه كان أسمح لخروجه؟ فمن نظر إلى أن الفعل في نفسه في هذه المسألة مراد لذاته قال إن النزول بالأبطح مستحب لذاته، ومن نظر إلى دافع الفعل قال إن النزول بالأبطح لم يكن مستحبا لذاته وإنما لكونه أسمح لخروجه. وهذه قاعدة يحتاج إليها كثيرا، وقد تنازع في بعض أفرادها، إلا أنه من المهم للغاية أن تضبط هذه القاعدة وأن يضبط التعامل معها. تطبيقات: التطبيق الأول، كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفره يسير مع طريق ليصل إلى مكان يقصده، ففي سفره من مكة إلى المدينة ومن المدينة إلى مكة وفي غير ذلك من أسفاره كان يسير مع طريق، ثم قد تدركه الصلاة فيقف فيصلي في مكان إلى غير ذلك. فمثل هذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتقصده، وإنما فعله وفاقا، فهو لا شك أنه فعل هذا الفعل وسار مع هذا الطريق وصلى في هذا المكان، لكنه لم يكن يتقصد ذلك. فمن تقصد مثل هذا وصلى في مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تقصد السير مع طريق سار معه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يوافقه لأنه خالفه في النية ودافع الفعل، والمتابعة في النيات أبلغ من المتابعة في العمل الظاهر. ويدل ذلك ما ثبت عند ابن شيبة عن المعرور بن سويد أنه قال: لما قفلنا من الحج مع عمر رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقواما يتتبعون مكان يصلون فيه ويقولون صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى عمر بن الخطاب ذلك منهم أنكر عليهم وقال إنما أهلك من كان قبلكم بتتبعهم بيع ومساجد أنبيائهم، فمن أدركته الصلاة فليصل وإلا فليترك. فإذا عمر رضي الله عنه في مثل هذا لم يجعل المكان الذي سار معه النبي صلى الله عليه وسلم أو المكان الذي صلى فيه إلى آخره لم يجعله مقصودا وسنة لذاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقصده وإنما فعله تبعا، والمتابعة في النيات أبلغ من المتابعة في العمل الظاهر. فإذا ضبطت هذه القاعدة أغلقت كثير من البدع، فإنه ما بين حين وآخر يقال هذا مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتقصده الناس،
أو هذا طريق سار معه النبي صلى الله عليه وسلم فيتقصده الناس، أو هذه بئر شرب منها النبي صلى الله عليه وسلم فيتقصد الناس هذه البئر ويتقصدون المجيء إليها، أو إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة. ومن ضبط ما تقدم ذكره انغلقت كثير من البدع بهذه القاعدة المهمة. فإن قيل قد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يأتي يسير مع بعض الطرق التي سار معها النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمر صحابي، فكيف يقال أن هذا الفعل لا يصح؟ يقال الجواب على هذا أنه ينبغي أن يعلم أن الجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول، قد تقدم عن عمر أنه أنكر مثل هذا، وإذا ثبت أن ابن عمر مخالف لأبيه فقول أبيه مقدم عليه، فإنه أنكر مثل هذا كما تقدم ذكره لما أنكر الذين تقصدوا الصلاة في المسجد، وعمر خليفة الراشد فهو مقدم على غيره. الجواب الثاني أن ابن عمر رضي الله عنه لم يقصد تعظيم هذه الأماكن، ولم يقصد تقصد السير مع هذه الأماكن التي لم يتقصدها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد محاكاة وتقليد النبي صلى الله عليه وسلم محبة له. ففرق بين تقصد الطريق الذي لم يتقصده النبي صلى الله عليه وسلم، أو الصلاة في مكان الذي لم يتقصد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه، وبين من يفعل ذلك محاكاة وتقليدا للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن من يفعل ذلك محاكاة وتقليدا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يرجع فعله إلى تعظيم بقعة ولا إلى طريق، وإنما إلى مجرد التقليد. وقد ذكر هذا ابن تيمية رحمه تعالى جوابا على أثر عمر رضي الله عنه، ومع ذلك يقال فعل جوابا على أثر ابن عمر رضي الله عنه، ومع ذلك يقال فعل ابن عمر مخالف لغيره كما تقدم بيانه. القاعدة 66، فرق بين جنس الفعل وذات الفعل، والمتابعة بالنظر للجنس أولى من المتابعة بالنظر إلى ذات الفعل. وقد ذكر هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل فعلا لا لذات الفعل وإنما لجنسه. ومن تطبيقات هذه وبتطبيقات هذه القاعدة تفهم إن شاء الله تعالى. التطبيق الأول، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم كما في حديث ابن عباس الصحيحين وغيره من الأحاديث الكثيرة أنه احتجم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واحتجم لإخراج الدم الفاسد، وفي المناطق الحارة الذي يخرج الدم الفاسد هو الحجامة بخلاف المناطق الباردة، فإن الذي يخرج الدم الفاسد هو الفصد. لذلك من أراد أن يفعل كفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان في المناطق الباردة فإنه يفصد، لأن الفصد أنفع وأحسن في إخراج الدم الفاسد بخلاف المناطق الحارة. ففي مثل هذا ينظر إلى جنس الفعل وهو إخراج الدم الفاسد، لا إلى ذات الفعل وهو الحجامة. التطبيق الثاني، ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر وقال صاع من طعام، صاع من شعير، صاع من بر إلى آخر، صاع من تمر إلى آخر الحديث. وثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب إلى آخر الحديث. فإذا من نظر إلى ذات الفعل وجد أنهم أخرجوا الشعير والبر والتمر والزبيب وأمثالها مما ثبت أنهم أخرجوا، ومن نظر إلى جنس الفعل وهو أنه ينظر في إخراج هذه الصدقة، ينظر في إخراج صدقة الفطر ما هو قوت أهل البلد، فإنه لا يخص الأمر بما ورد في الحديث، بل في بعض البلدان قد لا يكون شيء من هذه من قوت أهل البلد، فلذلك لا تخرج، وإنما يخرج ما كان
من قوت أهل البلد. فإذا من نظر إلى الجنس نظر إلى هذا المعنى، وهو الصواب الذي عليه جماهير أهل العلم في هذه المسألة، أنه ينظر إلى جنس الفعل لا إلى ذات الفعل. فمن لم يوجد عندهم تمر فإنهم لا يخرجون التمر من صدقة الفطر، ومن لا يوجد عندهم شعير فإنهم لا يخرجون الشعير من صدقة الفطر، وإنما يدور الحكم بالنظر وإنما يدور الحكم مع كونه قوتا للبلد، وهذا بالنظر إلى جنس الفعل لا إلى ذات الفعل. وهذان تطبيقان مهمان وأمثال ولها أمثلة كثيرة بها تعرف وتدرك هذه القاعدة المهمة. القاعدة 67، التفريق بين الأفعال التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم والأفعال التي لم يداوم عليها. فمن داوم على فعل لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقع في البدعة. وهذه قاعدة مهمة يكررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى وفي كتابه الاقتضاء، وابن القيم في كتاب زاد المعاد، والشاطب في كتاب الاعتصام. فهناك أفعال كثيرة قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يداوم عليها، فالمداومة على هذه الأفعال بدعة، وإن كان أصل الفعل قد فعله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يداوم عليها ولم يلتزمها. ومن تطبيقات هذه القاعدة ما يلي: التطبيق الأول، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة في جماعة كما في حديث أنس في قصة سليم صلى بهم في بيتهم على حصير لهم قد اسود من طول ما لبس، فصلى بهم النافلة جماعة صلى الله عليه وسلم. فمن اتخذ ذلك عادة فراد أن يصلي الرواتب المعروفة أو غيرها من النوافل أراد أن يصليها جماعة وداوم على ذلك فإنه يقع في البدعة. فإن قال قد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس وغيره، فيقال قد فعل ذلك لكنه لم يداوم عليه. فالمداوم على أمر لم يداوم عليه والتزام أمر لم يلتزمه هو من جملة البدع. هذه إذا ضبطت انكشفت كثير من البدع. التطبيق الثاني، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة في كل أسبوع، وثبت عن خلفاء الراشدين وعن الصحابة أنهم كانوا يخطبون الجمعة، وهكذا من كان يخطب بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن التزم دعاء معين بألفاظ معينة في خطبة الجمعة ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم التزمه فقد وقع في البدعة. فإن الخطيب يدعو بما شاء من غير التزام، لكنه إن التزم شيئا لم يلتزمه النبي صلى الله عليه وسلم وداوم على فعل لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقع في البدعة. فإذا ينبغي للخطيب ألا يلتزم أدعية معينة ولا أفعالا معينة في الخطبة لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء الراشدين أو الصحابة الذين خطبوا التزموا وداوموا على ذلك. فإن من التزم وداوم على ما لم يثبت الالتزام والمداومة عليه فإن فعله يكون بدعةً.